أهلا بكم. لقي شاب يبلغ من العمر 17 سنة ويتابع دراسته بسنتان بكالوريا غرقا أمس السبت 7 غشت 2021 بحقينة سد ميشليفن الكائن بجامعة بن صميم بضواحي أزرو. مصادر صحفية أوردت أن الشاب تعرض لهذا الحادث أثناء رحلة استجمام قام بها صحبة والده وشقيقه الأصغر إلى حقينة السد المذكور، مبرزة أن الأسرة المكلومة تنحدر من دوار أي يعقوب المجاور. المصادر ذاتها أفادت أن جثة الغريق والتي تم انتشالها من قبل عناصر الوقاية المدنية من حقينة السد تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة باستئنافية مكناس. إن لله وإن إليه راجعون. المشاهدين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.